يقول: أنا شاب أريد الزواج، ووالدي يريدني أن أتزوج من قبيلتي، والزواج من القبيلة مكلف جدا، لا أستطيع، فهل أعصي والدي وأتزوج من خارج القبيلة؟ قل لوالدك يساعدك على الزواج من القبيلة، أنت أمرتني أن أتزوج من القبيلة وهذا مكلف، تطلب منه أنه يساعدك أو يتحمل تكاليف الزواج، فإذا فعل الحمد لله حصل المقصود. نعم.